جاهز اسال الشاشه؟ ماشي. يلا بينا. السؤال الاول، أدين بالفضل لهذا المدرب في مسيرتي الكرويه. لا هو كابتن جوهري طبعا، يعني كابتن جوهري حاجه، كابتن جوهري ليه بصمه، ليه بصمه معايا وليه مواقف كتيره جدا جدا، وياما ساندني فيها يعني ما شاء الله. يعني كابتن جوهري جوهري. نمره واحد. في حد تاني ولا هو كابتن جوهري بس؟ لا وفي مدربين بقى كتير بس يعني. هو اللي في يتبروز كابتن جوهري. كابتن جوهري نمره واحد فيه يعني. اللي بعده، لو عدت بالزمن الى الوراء لن اكرر هذا الموقف مرة اخرى. اللي انا كنت بلعب وانا مصاب وباخد المسكنات عشان العب، وقعدت فتره كبيره سنين اخد مسكنات عشان العب، سواء في ظهري او الشرخ اللي في كان كان في ممكن رجلي. تلحق لو كنت في علاج بدري او حاجة، او طبعا العملية طبعا اتعملت بدري طبعا بشكل معين غير كنت المسامير ممكن الحق، ممكن الحق واطول كمان في الملاعب اكتر من كده، لكن الحاجات اللي انا كنت بعملها ديت وتتألم. تاخد سافرت مسكنات تايلاند نايم في الطيارة من على التعب. ظهري من التعب، سلامتك يا استاذ. والحمد لله الحمد لله ان احنا رجعنا الحمد لله مجبور الخاطر يعني الحمد لله. اللي بعده، هذا هو افضل لاعب زميلته في مسيرتي الكرويه. هو لعيبه طبعا يعني، اشرف قاسم، حسين عبد اللطيف، عصام مرعي، اسماعيل يوسف. لا، مين الفيفوريت، مين المفضل اللي هو يعني هو بالنسبة لحسين احنا واشرف برضو لغاية دلوقتي، عصام، اسماعيل، الناس دي برضو اصلها عشرة، عشرة كبيرة يعني، وسنين كبيرة شلة. وفرحنا مع بعض وطلعنا وخدنا بطولات مع بعض. فبالتالي انا عايز اقول لك كل اللعيبة اللي كانوا معانا في الجيل دوت يعني للأمانة كله كل الناس دي، واحسن جيل كان متكاتف مع بعض وبيحب بعض. الخل كله بيحب بعض يعني. لبعض، لاعب من الجيل الحالي كان سيكون أسطورة في جيلي. صعب السؤال ده. لاعب كان بيلعب دلوقتي لو كان بيلعب في جيلي كان هيبقى أسطورة. لا هو كان نفسي شيكابالا كان يلعب يبقى في أسطورة. الجيل بتاعنا، كان يبقى وكان أسطورة. وزيزو، وكان نفسي عبد الله السعيد. ثلاثة كانوا يبقوا أساطير في جيلكم. طبعا طبعا طبعا. كرة وبرضه ناصر مختلفة. ماهر يعني، يعني ما شاء الله ليهم دور وليهم ستايل مختلف عن كتير يعني. كان عندنا حاجة يعني كان دول هيبقوا، شوف احنا كنا بنجيب اهداف ازاي، لا كان هتبقى اضرب في اتنين او تلاتة يعني تكرارات يعني. اللي بعده، لا أحب أن يتم حصر مسيرتي مع الزمالك بالسوبر أيمن منصور فقط. سؤال صعب ده. يعني حضرتك ليك مسيرة طويلة وأهداف ما شاء الله عليها، يمكن تكون أهداف كمان أحسن 100 مرة من جول السوبر، ولكن حضرتك مش حابب إنه مسيرتك تبقى سوبر بس؟ تبقى السوبر بس. لا ما هو التاريخ لما احنا قلنا تاريخ السوبر ده بنتكلم في 30 سنة، فانت تحسب بقى يعني المسيرة من ساعة ما بدأت كورة، وده انا افتخر ان انا بدأت كورة في مركز شباب، وطموحك وهدفك ان انت تكمل مركز شباب في الشرقية وتكمل توصل منتخب مصر وتخدم بلدك وتبقى هداف النادي افريقيا، هداف افريقيا 94 الدوري وهداف الدوري وهداف البطوله كل العربيه، الالقاب ما شاء الله. فطبعا حاجه، واحسن لاعب عربي فما برضو. تحبش ان المسيره دي لا لا ما تبقاش نختصرها سوبر، في السوبر. ان لو جبنا هنجيب كتير، تمام. هنجيب كتير يعني بصراحه. السؤال الاخير، هذا هو التشكيل التاريخي بالنسبه لي في الزمالك. وسريعا يمكن بنختم في حراسة المرمى، لاعب واحد. ما قديم ولا جديد؟ ما التشكيل التاريخي التاريخ حسين الأفضل السيد. من 1911 لحد النهارده. حسين السيد، كابتن حسين السيد. من الشمال لليمين، الشمال باك نقدر ليفت. نقول فتوح. 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 انت بتقول لي جديد وقديم، الثيرد باك التاريخي لان الزمالك السيرد فتوح. باك ولا عفوا، الباك الباك ليفت ليفت؟ التاريخي. انت قلت الباك ليفت. فتوح.
طيب ثيرد باكات، ثيرد باكات احمد منصور والونش. باك رايت، باك رايت هيبقى مين عندنا؟ باك رايت حسين عبد اللطيف. أربعة في خط الوسط، اسماعيل يوسف. انت ده انت كده التاريخي من 1911 لحد النهارده. يلا زمالك معانا اقل من دقيقه ولا نكمل كده. زمالك اشرف قاسم. مين كمان؟ نص الملعب ناحيه اليمين هيبقى برضو زيزو. زيزو رقم 10 عبد الله. يعني حضرتك اخترت اربع لعيبه حاليين في التشكيل التاريخي، فتوح، الونش، زيزو، كابتن عبد الله السعيد. بالظبط. حد تاني؟ ناحيه الشمال بقى الغندور، خالد الغندور. اتنين سترايكرز. انا منهم ولا طبعا ايمانويل انا وايمن منصور؟ ايمانويل وكابتن هيثم منصور.